معانا الأستاذ محمد قريشي الصحفي بقناة النهار الجزائرية من الجزائر. مساء الأنوار يا أستاذ محمد. مساء الخير كابتن مدحت، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولجماهير الزملكاوية ولجماهير مصر عموما. الإعلام الجزائري يا أستاذ محمد يعني كيف يتناول لقاء الغد المصيري أعتقد للفريقين، كيف يتناول الإعلام في الجزائر؟ فعلا هي مباراة من العيار الثقيل بين الزمالك الغني عن كل تعريف والذي لديه باع ونفس طويل في المنافسة الإفريقية أمام شباب الوداد الفريق الأقوى محليا والذي يسيطر على البطولة الجزائرية منذ سنوات ويملك تعداد هو الأفضل في الجزائر، أسماء بارزة، كانت حوالي 4 أو 5 أسماء من الفريق في المنتخب الوطني الجزائري المحلي الذي ذهب إلى نهائي شان كأس أمم إفريقيا التي احتضنها الجزائر التي انهزمت في النهاية. عموما هي مباراة قوية وقوية جدا، ديربي عربي افريقي شمال افريقي قوية صحيح. الاعلام الجزائري يرى ان المباراة هي فرصة لا تعوض بالنسبة لشباب الوزداد الباحث عن التألق القاري بعد ما فعل كل الاشياء الممكنة محليا، هو يبحث عن مجد قاري طال انتظاره خاصة بالنسبة لانصار شباب الوزداد. ادارة الفريق والشركة المالكة شركة مدار وفرت كل الأشياء وكل الإمكانيات حتى يستطيع نادي شباب الوداد الظفر بلقب قاري كما قلنا منذ سنوات، وهو الهدف الأول التألق قاريا. الفريق يلعب رغم قلة تجربته، يقود المنافسة للموسم الثالث تواليا، يبحث عن التألق، مجموعة قوية قوية جدا بتواجد الترجي التونسي الزمالك المصري والمريخ، كلها فرق لها خبرة أكثر من شباب الوداد، لكن النتائج تقدم شباب الوداد في هذه المجموعة. المدرب الكوكي قال لو خرجنا من هذه المجموعة سنقول كلمتنا في المنافسة القارية. مباراة مصيرية بالنسبة للفريقين، أراها هي أكثر مصيرية بالنسبة للزمالك. أنت تعلم أن عدد نقاط شباب الوداد هو 6 نقاط من فوزين على الزمالك أمام جماهيره وعلى أرضه وأمام المريخ، وانهزام أمام الترجي التونسي. الأوراق خلطت في هذه المجموعة خاصة بعد العودة القوية لنادي الزمالك وإباحته بالترجي التونسي الذي كان يتصدر المجموعة. الأمور أصبحت كلها ممكنة والمجموعة مفتوحة على كل الاحتمالات، لذلك هي مباراة تعتبر نهائي قبل الأوان بين اسمين وفريقين محترمين جدا. ممتاز. طيب آخر مباراة لعبها شباب الوزداد في الدوري الجزائري كانت إمتى ومع مين ونتيجتها إيه؟ المباراة الأخيرة لشباب بالوزداد كانت الأخيرة أجلت أمام وفاق أصيل. أجلت تفرغ النادي للمنافسة القارية، أكيد كان هو يسيطر متصدر البطولة الجزائرية ب40 نقطة ناقص مبارتين بحوالي 10 نقاط على اقرب ملاحقيه شباب قسنطين وكذلك نعم الجزائر، لذلك هو محليا الفريق في اريحيه واريحيه، يعني اديله حوالي مثلا اسبوع مريح تقريبا، حوالي اكثر من اسبوع للامانه حتى يتفرغ. وكل الانديه الجزائريه التي تلعب المنافسه القاريه كان لها نصيب من الراحه حتى تتفرغ للمنافسه القاريه ولا تعاني من التعب وارهاق التعبان. جام. فيما يتعلق بتذاكر المباراة، هل تم بيعها؟ هل سنرى هذا الاستاد ممتلئا اخره حتى هذه اللحظة؟ الموقف ايه؟ والله هي ادارة الملعب والجهات المعنية بهذه بملعب المركب الاولمبي وملعب 5 جويلية الغني عن كل تعريف كانت طرحت منذ حوالي 4 ايام 40,000 تذكرة للبيع حتى تكون الظروف وعملية اقتناء تذاكر في أريحية والوقت يساعد أنصار شباب الوزداد وكذلك أنصار الزمالك الراغبة في القدوم إلى الجزائر، وهي مرحب بها أكيد، ستكون أجواء جميلة وجميلة جدا أخوية بين أنصار الفريقين وعلى أرضية الميدان. التذاكر كما قلنا طرحت 40,000 تذكرة للبيع. هل تم بيعها كلها يا أستاذ محمد؟ لا لحد الآن للأمانة لم تباع التذاكر كلها، ننتظر ربما الساعات المتبقية قبل الانطلاق الرسمي. قد ايه اتباع تقريبا؟ حوالي العدد يقترب الان الى 20,000 تذكرة التي بيعت، يعني نصف التذاكر التي طرحت للبيع.
هل فريق شباب الوزداد مكتمل الصفوف ولا عنده بعض الغيابات زي الزمالك؟ لا، هو تعداد شباب الوزداد، هو الغياب الذي قد يكون هو غياب المدافع بالخيتر التي تحوم الشكوك حول مشاركته في هذه المباراة، هو اسم بارز ولاعب مهم جدا بالنسبة لتشكيلة شباب الوزداد. نعم، خاصة أن الكوكي يعول على خبرته الكبيرة في المنافسة الإفريقية، كان اللاعب احترف في تونس، تقمص عديد ألوان عديد الأندية الجزائرية، له خبرة كبيرة في المنافسة الإفريقية، كان بإمكانه أن يقدم الإضافة ويساعد الفريق كما يجب في هذه المباراة، لكن كما قلنا إصابة لحقته منذ فترة وهو الآن يتعافى تدريجيا. مشاركته من عدمها لم تتأكد 100%، وكان حتى في الندوة الصحفية اليوم كان المدافع بوزيرا هو الذي ربما سيخلف بالخيتر في هذه المباراة. نعم، أخيرا أستاذ محمد، من وجهة نظرك أنت الشخصية، من أخطر لاعب الزمالك الذين يمكن أن يشكلوا خطرا على شباب بلوزداد من وجهة نظرك أنت؟ والله أنا شاهدنا نادي الزمالك في المباراة الأولى، ورغم الهزيمة أمام شباب الوزداد، لكنه تشعر أنه فريق قوي جدا، له خبرة، له تعداد مكتمل، له أسماء بارزة وبارزة جدا، الأسماء عديدة بإمكانها تشكل خطورة، خاصة بعد العودة القوية والقوية جدا، ولا أحد كان يتصور صراحة فوز الزمالك على الترجي الذي انطلق كما يجب، كان يسير بخطى ثابته نحو السيد. هل يحضرك اي اسماء يا استاذ محمد؟ هل يحضرك اي اسماء خطيره من وجهه نظرك؟ انا معجب كثيرا بالونش، اللاعب الونش الذي يعني له امكانيات كبيره جدا. الونش اكيد، حمدي الونش الذي قدم اداء ممتاز في الدوري الافريقي. صحيح. أستاذ محمد قريشي، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا، شكرا لك كابتن، شرف كبير، وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا أستاذ محمد قريشي، وهو الصحفي بقناة النهار الجزائري.